ايه موضوع بقى الاكستنشن اللي اصلا هو فاتح لوحده بيتركب بدل بقى بقعد اسبه واعمله؟ هلا دلوقتي انا في عندي معايا حد موديل اوكي شعرها قصير، وهوريكي ازاي انا بربع ساعه او 10 دقايق هنعمل ميك اوفر ليها، هنفتح شعرها وهنطوله من دون ما ناذي شعرها. طب يلا تعال نشوف. اوكي احنا كده شعرها هو بيس طبيعي مش مصبوغ، وهي عايزه تغير ومش عايزه تبوظ شعرها. اوكي فاحنا ركبنا اكستنشنز اوكي بطريقه ان احنا عملناها ناتشرال، مش بيبان خالص ان هو متركب ولا حاجه من القصه من كل حاجه بنعملها. انا ممكن هوريكم من ورا برضو. طب لو عايز ترفعه، لو عايز ترفع بونيتيل مثلا للحصان هوريكي دلوقتي. اوكي هنا كده مش باين خالص، مش باين خالص خالص انه متركب. اوكي اوكي طيب اذا عايزين نعمل بونيتيل اها اذا مش باين مش هيبان اذا ومش بيوجعك يا شري؟ لا قولي الحقيقه. لا اهو برافو برافو. طب انت صبغت ال 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 الشعر نفسه ولا ما صبغتوش؟ ما صبغتوش، هو شعرها خالص. كده هو شعرها الطبيعي كده، واحنا وانت دخلنا فيه الاكستنشنز بس. وانت اللي نقيت اللون اللي يليق عليه؟ اه طبعا. اه انا عايز اعمل يعني مش هفتح كتير، درجه حلوه فيها لو لايتس ومدخل معاها لون البيج شعرها الطبيعي. وهي بتيجي جاهزه كده؟ هي دي بتيجي جاهزه كده وانت بتوفق لون الشعر يعني. وانا انا بظبط لون الشعر تعمله. وحتى طريقه تركيبها سهله، ممكن اوريك ازاي بتتركب بسهوله. يا ريت هنركب نعمل خصله. ده هتعمل لي خصله دلوقتي؟ خصله واحده. اوكي اوكي ده وانت واقف كده؟ اه على طول. ده لزق ده صح؟ اه اه لزق الوان بقى. لزق الوان، اللون اللي انا عايزه بركبه. طب محمد ده غالي ده؟ يعني عايزين نتكلم بجد عشان الستات الحلوه بتتفرج علينا، يعني تشوف هتخنصة كم من ميزانيه البيت علشان تعمل شعرها اللون اللي هي عايزاه. بصراحه هو مش رخيص. مش رخيص؟ لا. اوكي يعني بقى يعني لو انا عايز اعمل شعري كله مثلا يعمل كام؟ يعني الباكت ب 6000. الباكت ب 6000 تعملي يعني شعري 40 كله؟ خصله. كام؟ 40 خصله. 40 خصله؟ اه. طب ينفع اخد نص باكت؟ ينفع. بينفع؟ اه طبعا. على حسب الزبونه هي عايزه ايه. اوكي يعني لو انا هاخد نص باكت يبقى ب 3000. نص باكت ب 3000 والباكت بكامله ب 6. اوكي طب هي انت حطيت لها كام باكت؟ باكت بستة. الطبيعي لازم يكون باكت علشان ما تحسيش ان الشعر ايه خفيف خفيف او نازل من تحت خفيف ومن فوق تقيل، لازم يكون ده متناسق مع ده. طب محمد انا شايفه الترابيزه عليها الوان غريبه قوي، ايه انت جايب لي موف وكده؟ بصي اول حاجه عندنا دي الالوان الكريزي كلر اللي اتكلمنا عليها في الاول. اوكي هو ده. اوكي ممكن نحطها من غير ما نعمل اي لون، لا نفتح ونرجع نعمل. يا نهار ابيض، في حد هيحط اللون ده؟ ممكن، في ناس كتيره بتحط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وعندنا هنا الشعر الاسود بقى. الاسود الله مع الجراي. الاسود صعب تفتيحه جدا. فاحنا بنحط الاسود من فوق والجراي من تحت. فكده بيريح الزبون. ولو انا شعري طويل هيبان بس الطروف. هيبان الطروف. ما احنا لانه الاسود صعب التفتيح فيه. فاحنا كده ادينا لها لشعرها الاسود حل. ده الباكت اللي انت بتتكلم عليه؟ لا ده ربع باكت. ده ربع باكت؟ ربع باكت بس. اه اوكي. الباكت هيكون 4 من ده. لا طب والله كتير، 4 باكتس كتير يا محمد. على حسب الزبون، على حسب في في شعر ممكن عايز 3 باكت يكون تقيل جدا، فهو محتاج انه يكون زي ما قلت لك من هنا زي تحت. يعني حسب حسب تقل الشعر وحسب ما انا عايزه اعمل. ما انا ممكن ما اكونش عايزه، انا شعري طويل اصلا طبعا. وعايزه بس اعمل هنا بس اللونين، فممكن استعمل باكت. هلا انت اذا في ناس عايز لون شعرها يكون حلو وشعرها تقيل وعايزه تدخل زي ما قلت لك لون، فممكن من غير ما نلعب في الوان الصبغ فممكن تدخل ربع باكت. ده ايه ده بقى؟ ده يليق عليا انا بقى. اوكي ده في بيز ولو لايتس. ده اللي انت حاطه؟ ده هو اللي انا مدخله الان. اوكي اوكي حلو قوي. طيب وايه تاني؟ هنا عندنا برضو اومبر غامق شويه نازل على فاتح. يعني غامق شويه من فوق نازل على فاتح. أوكي. ده اللي انا بتكلم فيه، انه ما بقيناش نحن نعمل كل الشعر بلوند. اوكي اومبر اللي هو من فوق غامق نازل على فاتح ومن تحت فاتح. اوكي اوكي وبنلعب بدرجاته. يعني ده نحن تخيلي انه نحن نحط باكيت من ده على شعر مثلا متفتح، يعني مش متفتح قوي، مش هتعب لها شعرها وهتاخد اللوك اللي هي عايزه. صح.
طيب هنا بقى عندنا يا نهار ابيض يا محمد مو. في هي في ستات هتحط اللون ده تفتكر في مصر؟ في انا 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 عامل اللون ده وممكن هتشوفوه كمان ممكن كده توريهوني يعني معقول انا هعرف احط اللون ده عليا؟ وريني كده ايه حلو متاكد انه حلو يعني احنا لو نزلناه شويه حلو يعني بغبغان باربي طب ايه تاني هنا عندنا بقى البلوند بس البلوند او البلاتين دي اللي اصلا شعرها بلوند ولا اللي اصلا شعرها بلوند طب وهي هتستفيد ايه بقى لما تحط ده عشان اذا عايزه هي تطول بس في اكستنشنز ثانيه كامله وارخص بصراحه لو هي شعرها بلوند ارخص ان هي تحطه الفرق بين ده الفرق بين الاكستنشنز اللي انت بتتكلمي عليها والهير والشعر ده انه ده بيخلي الشعر شكله ناتشرال طبيعي شكله طبيعي اما الثانيه هتديكي لاين واحد من هنا طب وده بيقعد بعد قد ايه او لا بيقعد كتير بس احنا كل شهر ونص لازم الشعرايه بتطول من هنا فنحن بنضطر نرفع الاستيكر مره ثانيه يعني إح يعني انا لو خدت من عندك باكت اوكي وركبتها في شعري اوكي يقعد معايا قد ايه؟ شهر ونص نرجع بنرفع هو نفس الباكت اللي انا اشتريتها منك هو هنرجع طيب نرفع وصلاحيته بتنتهي امتى خالص؟ يعني ممكن 5 6 شهور 7 شهور بس اوريدي احنا مش هنبوظها يعني مش هتصبغيه مش هتعملي هو اللون شعرك كده هو كده اوكي فن الالوان فن والصبغه فن يعني ممكن احنا ندخل لمع ده احنا عملنا لون مظبوط يا محمد انت نورتنا شكرا. وحقيقه مبسوطه قوي من الالوان طبعا في الوان مخضوضه منها جدا اوكي قبل ما هنختم معاك انت قلت لي انا عندي مفاجاه مش هقولها أوكي. الا لما تقولي لي ايه هي المفاجاه فانا بقول لك يا محمد ايه هي المفاجاه انا هدي للصالون عندي للزبائن اللي شايفين البرنامج ده 50% لكل العملاء للسي بي سي تخفيض 50% قصدك تخفيض 50% يعني محمد انا مش عارفه اقول لك ايه احنا يعني شكرا جزيلا للالوان وشكرا جزيلا لل 50% واحنا سعدنا جدا بيك معانا النهارده ثانك يو وبالالوان الجميله وزي ما انتوا شايفين الموف والفوشيا والاصفر والاسود وكل الالوان دلوقتي هي الوان او موضه 2017 اللي احنا ممكن نحطها في شعرنا ومحمد السوري كمان مدينا 50% خصم شكرا جزيلا ليك